في حرب أو في سلم، حالها ومشاكلها ولسان شكوى قاطنيها واحد، الملالحة والمعاناة المستمرة ويوميات العدوان عليها وعلى غزة تفاقم من سوء الأوضاع هناك. مشكلة المياه كانت قبل 4 5 أيام عندنا مشكلة الكهرباء، توصلنا مع شركة الكهرباء الحمد لله رب العالمين حل الإشكالية نتيجة القصف، كانت 3 آلاف متضررة حاليا. اللي هي بتواجهنا مشكلة سكان منطقة الملاحة جنوب حي الزيتون، اللي هي مشكلة المياه. مشكلة المياه مشكلة كبيرة جدا للأهالي اللي ساكنين في هذا الحي، لأن أغلبية هذا الحي لم يغادروا منازلهم لأن الوضع صعب في داخل مدارس الأنارة، فاستبسلوا في مناطقهم وفي أرضهم إن شاء الله رب العالمين. قصف مستمر، منازل غير آمنة، كهرباء منقطعة، ماء غير متوفر، وخوف ليل نهار، أسباب أدت لإخلاء نصف سكان الملالحة لمنازلهم الهشة باتجاه بوصلة الأمان ومدارس الأونوروا، يفترشون الأرض والسماء هناك. أبو حسين، الملالحة من مدرسة الإمام الشافعي. والله احنا اللي طلعنا من دور الخوف، خوف على الصغار، يعني صار يصرخوا في الليل ويابا بدنا نطلع ونطلعنا طلعنا، يعني ما يعني بس يابا طلعنا، اطلع على الصليب، اطلع على طلعونا واعملوا خوف، يعني ما بعد خوف صعب صعب، يعني ما صدقنا الحمد لله طلعنا. والله احنا صار علينا قصف في الليل وخفنا على الاولاد، يعني مش عارفينش يعني دار بطون نبات فيها، اما صدقنا نهار يطلع علينا والله وشردنا بالاولاد، يعني هيك شراد لا اخذنا بالغيرات اللي عليهم، لا اخذنا معانا شيء وسر ورقنا، يعني تعت هذول الحكومه والطيارات بتخبط برضه، يعني في النهار يعني طلعنا في الليل، يعني بقينا في خبط وفي النهار واحنا ماشيين خبط كمان، رحنا على مدارس الانوروا وسط غزه قعدنا ليله، يعني صعبه كمان اصعب من القصف، لا في حرمات ولا بطاطين ولا أي حاجة على البلاط. الملالحة تصحو وتنام على أصوات هدير الطائرات كحال القطاع وأطفاله وأطفال الملالحة، بين خوف وهلع ورعب وصراخ، وأين المفر؟ قالها حسين الملالحة صاحب 12 عام. كنا نتخبى جنب حيطة لما يصير قصف، يعني كل منطقة يعني هنا قريبة تنقصف نتخبى جنب حيطة، ولما نتخبى جنب الحيطة الناس بحكينا يعني بيصيحوا الأولاد الصغار بيصيحوا، وبعدين لما يصير الفجار كل من يعني جنب الحيطة يعني يلبدوا على الأرض تحت ينزل. تغريد العمور لبرنامج تجاوب الملالحة.